هل يخرج الفقير يا شيخ محمد إذا اجتمع لديه طعام من الزكاة، هل يخرج منها هو زكاة عن نفسه؟ لا بأس أن يخرج الفقير زكاة عن نفسه من الزكوات التي أخذها، بشرط أن يكون أخذها بحق، أي أنه من أهل الزكاة. أما من يجمعها مع غناه ثم يؤدي منها زكاته فإن ذلك لا يجزئه، لأن هذا المال الذي جمعه بغير حق حرام عليه وهو غير طيب، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.